بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدة دروس اللي قدمتها من قبل، كنت بقدم دائما عن علوم العرفانيات والعلوم التي ترقي الإنسان للأفضل، بس ولكن مع الوقت مثل صار في اصطدام مع ناس دائما بدأت خلينا نقدم شغائل حياتية موجودة هلأ بهالحياة العادية اللي عم نعيشها. وفعلا هو هذا الدين، الدين انه لازم يرفعنا بنفس الوقت يعالج الامور ويعالج الناس اللي حوالينا. فلما قدمت درس تحدثت فيه عن سبب الموت المفاجئ، الزنا، في ناس كتير طرحوا مواضيع، من ضمنها المواضيع انا لقيت انه من واجب انه لازم نقدمها هو موضوع اللواط. موضوع اللواط يعني للاسف معظم العلماء هلا بيقدموا لنا اياه انه بس بيجيبوا لنا ايه القرانيه موجوده عن قوم نوح لوط، بيدخلوا لنا انه عقاب، وبعد منه انه بيوم النار الجحيم كيف انهم يحشروا هذول الاشخاص. بس ولكن هلا حان الوقت انه نتحدث عن الموضوع بعمق اكثر، حان الوقت انه نقدم المواضيع بطريقه انه فعلا نفهم هذول الناس ونعالجهم بنفس الوقت، لان هذول اللواط هو مرض، يعني هو مرض نفسي ومرض اجتماعي وله مسببات وله علاجه. يعني الشخص اللي بتمنى ان هدول الاشخاص الموجودين هلا على الكمبيوتر ما يقعدوا يعلقوا انه انتم الشيعة وانتم السنة. نحن هلا لازم نخرج من هذا النطاق، يعني صار نحن عنا امور لازم نقدمها بالعلاجات، يعني معش لازم نخرج من امور الطائفية. فاللواط عم بيطول السنة والشيعة مع بعض لانه مرض اجتماعي صاب العالم كلياته. ف ندخل بهذا الموضوع هلا من الناحية العلمية، بس ولكن اول شيء بنشوف القران الكريم. هلا انا ما حفوت بالايات القرانيه اللي بتتحدث عن قوم نوح ولوط وكذا، بس ادخل شغايل لان كلياتنا بنعرفها، يعني اي ادنى بحث على جوجل او الكتب اللي بنفتحها دغري بنلاقي قوم لوط وشو عملوا شو ما عملوا. انا ما حادخل بقصص، حادخل من الناحيه النفسيه. اذا ذكر اللواط في هنالك اول شيء سر بالقران الكريم بالنسبه للطرح العددي. انا دائما بتحدث عن الموضوع، الطرح العددي بالقران الكريم له اهميه قصوى. فبعكس الكتب مثلا هلا بالقانون او الدستور العادي، اذا واحد حدث بالدستور العادي، اذا حدث سرقه مثلا، كم مره ذكرت كلمه سرقه بالدستور العادي بيكون اهميه، عنده اهميه شديده. لا، لان ذكر كذا مره بالقران. بس ولكن في هنالك اشياء بالقران الكريم ذكرت عده مرات وهي مهمه، في اشياء كمان ذكرت مره واحده بس ولكن هي اهم، يعني بالنسبه للناحيه القرانيه. فبالدليل على هذا الموضوع مثلا الزنا ذكر بالقرآن الكريم آيتين الزنا، بس ذكرت أن الزنا فاحشة، أنه كان فاحشة وساء سبيلا، أو أي قرآني تاني بتتحدث عن الزنا، الزاني والزانية معروفين. أنا مش حادخل بهذا الطرح، بس ولكن أنه الكلمة الزنا هي بتتحدث. هلأ في آيات قرآنية تاني بتتحدث عن علاقات، بس ولكن مش الزنا مباشرة مثل ما تحدث عن القرآن الكريم. قداش هو الزنا هلا عم بيصير، قديش هو عم بيشوه المجتمعات الاسلاميه، قديش عم بيشوه المجتمعات الغربيه، قديش هو عم بيدمر الحاله الاجتماعيه. يعني لو كان هلا بمضمون عادي مثلا اجى واحد اجانا برا بقول لك كان اذا الزنا هالقد مهم لازم الله يذكره شي 50 مره بالقران الكريم، لا. ليش؟ لأ، ذكرنا اياها بالقران الكريم مرتين لاهميتها الشديد. يعني القران الكريم عم بيعلمنا حكمه اعلى من احنا بنفهم، هلا بنوصل ليش بعدين. اما مثلا ندخل بموضوع الحجاب، الحجاب كمان ذكر مرتين بالقران الكريم بسوره النور وسوره الاحزاب. هلا في ناس بيقولوا لنا ليش اذا هالقد مهم الموضوع ليش لازم الله يذكره اكثر، لان المراه لازم تتحجب. بس ولكن اهميته الشديده احلى ما يصير في تسفيه بالموضوع، احلى ما يصير في كذا ذكر مرتين، يعني ليه؟ لان الله بده يركز عليه بهالايتين. مثلا في واحد بيقول لي على الكمبيوتر سؤال بيسالوه كثير، كمان بديش ادخل بمواضيع، بس ولكن بس هذا السؤال انه اهل البيت لم يعني اذا كان شديدين الاهميه، لماذا مثلا في قول عن الرسول بيقول عن السنه والشيعة، بس هلا هذه درجه جديده الوهابيه، هلا كل شيء انه بيقولوا لك هذا حديث ضعيف، هذا بيقولوا لنا وخلص قالوا لهم هذا لا حديث من الصحيح، لا هذا حديث ضعيف بسند مش عارف مين. فبيقول سالني واحد مثلا قلنا قول مره اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم، بيقول لي طيب وين هي موجوده هي بالقران الكريم؟ بقول له ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بيقول لي وين اهل البيت موجودين فيه؟ ف هون بشو بفوتك بصراع، بقول بيسكت الواحد. لا، هي موضوع سهل جدا اذا بنطلع
لا لا، بس هني بيقولوا وين الدليل بالقرآن الكريم؟ ما هي اكيد حديث محرف، انه نحن بيقولوا لنا هذا حديث محرف، انه ليش بدكم تدخلوا كل شيء اهل البيت فيه؟ نحن بنحب اهل البيت، بس هني بيقولوا هيك، بس ليش بدنا ندخل اهل البيت فيه؟ فهون بيقول انه شوفوا شو صار، مشاكل كبيره بآية طهركم تطهيرا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويتطهروا، إجت بعد شو؟ بعد نساء النبي. فهون شو خلقت؟ خلقت حالة من الفوضى العارمة. ليش؟ ما عادش عرف هيدي من هيدا لمين وهي لمين. بس ولكن هون هذا السر الموضوع، لما قال إنما لما قال بالآية القول اللي يذهب عنكم رشد اهل البيت وهدولكم تطهير، خلط الموضوع، لا صار في تشابه انه هل هي لازواج الرسول؟ هلا هذا بحث ما انا مش حفوت فيه، بس هي لازواج الرسول ولا لاهل البيت؟ بس ل 12 اللي بيقولوا الاماميه الشيعي. بس لا بحث هذا بحث ثاني، بس عم نحكي بالبحث الاول انه محمد قال شو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال علي مني وانا من علي، هو الباطن والظاهر، حسين مني وانا من حسين، بهذا الناحيه، فاطمة بضعة مني، فكلياتهم شملوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهدول كل الأقوال، فاطمة بضعة مني مذكورة بكل الصحاح، حسن والحسين سيداء أهل الشبك مذكورين بكل الصحاح، فهون هذا اعتماد على شو؟ إنه هني صاروا محمد، هني صاروا من محمد، فصار إن الله وملائكته يصلون، بس بهذا الناحية، بس قال آية واحدة لشد لأهميتها، إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهي ذكرها مرة واحدة لأهميتها الشديدة. فمش بحاجة القرآن الكريم يذكر أكثر من مرة، ليه؟ لحتى ما يصير فيه تسفيه، مثل ما بيصير بالكتب مثلا بالنحو والشعر، اللي بيدرسوا وبيتذوقوا هذا الموضوع، كل ما يتحدث الواحد عن الموضوع أكثر، كل ما يفلش. وكما قال الإمام علي، العلم نقطة نقطة، العلم نقطة واحدة كثرها الجاهلون، يعني العلم سؤال وجواب. في هلأ بيطلع واحد بيخاطب 50 ساعة عشان يوصل لمعنى معين، وما فيش نتيجة. فهو العلم نقطة كثرها الجاهلون. نرجع على موضوعنا. فبالنسبة لناحية كمان اللواط ذكر لقوم واحد، هن قوم لوط. هل ناس تانيين عملوا اللواط بعدين؟ ايه عملوا، في ناس كثير اقوام كثير موجودة بعد قوم لوط عملوا اللواط، بس ولكن لم يذكر الا مرة واحدة. ليه؟ لأهميتها الشديدة، لانه هذه من مدمرات المجتمع، من مدمرات المجتمع الطاقوي والمعنوي والمادي والاجتماعي. هلا بنفوت بنشوف هلا اول شيء لنقول شو هو اللواط. اللواط هو علاقه ما بين رجل او مراه ومراه، تسمى الصحاق، يعني هذيك بس ولكن بالمفهوم الديني هو لواط، يعني هو تفسيره لواط. هلا اول شيء حندخل من الناحيه الجسمانيه، يعني حفسر ليش بيصير اللواط، ليش بيصير اللواط من الناحيه الجسمانيه. اول شيء كل الناس اللي في العلا هلا اللي طلعوا بامريكا وهدول اللي بيقولوا لا نحن خلقنا هيك، نحن انا وصل عمري لمرحله معينه وحب صرت حب الرجال. اول شيء في بيقولوا هي خلقة بالدي ان اي، فراحوا هؤلاء العلماء على الدي ان اي، هؤلاء العلماء يعني بدهم يمشوا الموضوع، في علماء فاسدين بدهم يمشوا الموضوع، درسوا هلا علم الدي ان اي، الهندسه الوراثيه الموجوده بالشو اسمه، الهندسة الوراثية اللي بيعرفها الار ان اي، مثلا في دي ان اي بقلب ار ان اي، هذا التفصيل اللي بنقول دائما بنلاقوه هيك لولا بشكله، بيبقى في بقلبه بروتينات. شو هو التفصيل المعلوماتي بقلب بروتين لحتى يخلي واحد يحب مرة؟ او شو هو التفصيل البروتيني بقلب الدي ان اي لحتى واحد يحب رجال؟ ما فيش تفصيل، في هنالك فطرة، هي الفطرة هي اللي نحن بخلينا اتراكتيف لمرة. مثلا انا رجل، انا جذاب لهذه المرأة، يعني أنا عفوا مش جذاب، أنا بنجذب لهذه المرأة. ليه؟ من ناحية التكوين الفيسيولوجي والبيولوجي. ليه؟ أول شيء الجسم بجوارحه الخمسة بحس بالمرأة، بجسم الرجل بجوارحه الخمسة بحس بالمرأة. كيف؟ أول شيء بحس فيها بالملمس. ملمس شو؟ مش بس مجرد لمس، لا، في على الجلد هنالك شيء يسمى الفورمون. الفورمون كيف الهرمون الموجود بقلب الجسم، الفورمون بي اتش اول شيء ببلش، الفورمون هذا له رائحة بيطلع، هذا من وين بنجيبها؟ مش افضل الروائح الفورمون مين هي؟ رائحة المسك اللي بتيجي من مين؟ الغزلان. الغزال لما يتجوز باقليم التبت او الاقليم الصينية، كيف بيجيبوا المسك؟ بيجيبوا انه الغزال يوضع مثل بيضة صغيرة، هو ماشي بيجي وقت التزاوج بيصير يوضع بيضة صغيرة، هاي البيضة بتطلع ريحة المسك، فهذه بتجي الغزالة بتشم ريحة المسك بتشوف إذا كويسة لإلها أو هي، بس هي بتروح تتزوج معه، بتشوف يعني بيترك وراه عطر،
بس ولكن الموجودين بالصين دغري بياخدوا هذا المسك وبيروح بيبيعوه، بيبيعوه لنا اياه نحن. فهو افضل الروائح واجملها عند الملائكه هي رائحه المسك، هي للتزاوج هي اساسا. فنفس الشيء عند الرجل والمراه، الرجل والمراه كل واحد منهم بيطلعوا مثلا، بنلاقي اوقات انه شاب قاعد مع صبيه بيقول مش حلوه مش كذا، بس ولكنها جذابه هالبنت، يعني عندها جاذبيه. شو هي؟ بكون الشم، ريحه الشم، الفورمون عندها للمراه يتطاير، فهذا التطاير هذا بخليه بيحرك المكنونات اللي بقلبه، فبهنالك بتصير الانجذاب. هي اول شيء من الناحيه الملمسيه. هلا خلينا بس نعلق هنا الناحيه بين الرجل والرجل. الرجل لحتى ينجذب لرجل اخر لازم يكون في واحد، اول رجل شديد الرجوله والرجل الاخر شبيه بالمراه، يعني ما في رجلين مع بعضهم بيكونوا رجال، يعني مثل هلا بيصوروا لنا انه رجل قوي وبيضرب بوكسات ومعه اجر رجل قوي تاني وبيضرب بوكسات. لا لا لا، مش هرمونات، هو هرمونات ذكورية، يعني تناول هرمونات ذكورية، بس هون في صار في خلل بالفورمون، يعني واحد لازم يطلع عن الفورمون لحتى يتعود على شيء تاني. بس هلا بقول لكم ليش، هلا بنقول ليش. أول شيء يعني هذا من مسببات الكبد، مثلا أنا مثلا بالمجتمعات الخليجية خصوصا. أنا ليش أكثر شيء دارج بالخليج؟ أنا ما برجع بعيد للسنة ولا شيعة، أنا عم بقول هذا الموضوع أول شيء بالخليج وبعدين بالعالم الامريكي. لا، العالم الامريكي ما فيش كبد، بس ولكن هلا عم بيصير هلا من ناحيه جنسيه، بس ولكن اللي عم بيصير بالخليج لا، من ناحيه كبتيه من كبد. لما يكون في رجال هنالك مع بعض، مثلا الرجال دائما مع الرجال والنساء مع النساء، انا مش عم بدخل كمان من ناحيه تشريع انه لازم يكونوا النساء مع الرجال، لا، بس ولكن هاي هي الاسباب او مسبباتها، يعني الزواج، القرب من المراه والبعد عنها. اول شيء مثلا الرجل مع الرجل طول الوقت بيوصل لمرحلة البلاء، لما يصير بالغ الرجل بيصير يفرز هالهرمونات كلياتها، فهذا لأنه بعيد عن المرأة مش شايف بحياته إلا أمه، فشو بده يعمل؟ بده يصير يتعود على الهرمون الذكوري، يعني الشم تعوله بيصير يتعود على الهرمون الذكوري. ليه؟ من الكبت اللي عم بيصير، يعني يعني في ناس هلأ، في أشخاص خصوصا هدول اللي بيطلعوا على المتدينين، يعني هاي كمان نرجع كمان هذا موضوع ليش بيتمسخروا فيه على الشيعة على المتعة وهي المواضيع، دائما عندهم كبد، يعني دائما بدهم يبتعدوا عن هذا، دائما بدهم يسكروا، دائما بدهم يغلقوا، دائما ممنوع، دائما ممنوع، ومفتوحة الأمور على التلفزيون، فتحوا لهم كيف بدهم، وين بدهم يفرغوا هذا الكبد كلياته؟ ما فيش عندهم مرأة قدامهم. هنالك شيئين، يا بيتعودوا على نكاح الذات، يعني نكاح الذات يعني واحد مع حاله، أو شو بده يتعودوا مع واحد اللي قدامه. فهي هي من الأسباب الأولى اللي بتخلق باللواط، يعني هي هو ببلش اللواط بهالطريقة، يعني ببلش بهالطريقة. هلأ من الناحية عند، يعني هو موضوع متشعب بالتأمل إنه نضلنا نكون متواصلين مع بعض. هلأ من ناحية عند المجتمعات الغربية، ليش بيصير اللواط وليش بيثبت اللواط على هذا الموضوع؟ عفوا، خلينا أول شيء نكمل تحت الدي إن إيه وبعدين نكمل عند، لحتى نخلص نهي موضوع الدي إن إيه. الموضوع بقلب الدي إن إيه، لقوا العلماء انه ما فيش حتى الرجل، ما فيش تعريف بقلب الرجل لازم يحب المرأة، يعني فيش بقلب الدي ان اي شيء بفرجي انه لازم يحب المرأة، لان مثل ما قلنا مثلا الدي ان اي هو برنامج بيأسس للخلايا، هاي الخلايا اسست لشيء ذكوري وهذه هاي الخلايا تنأسست لشيء انثوي. نحن عرفنا بهذا الجذب الهرموني انه هذا الجسد، مثلا انا هلا اذا الله خلق رجل لحاله ما بيعرف شو هي المرأة الا ليشوفها، ليه؟ يعني ما فيش عنده شيء بالفطرة هي مرأة، في مرأة شافها، شم الريحه جذب لها، ليه؟ لان الريحه مكمله لها جوا، يعني هنالك مثل الله خلق شيء ونقصه بالمراه ما بيكمله الا الرجل. يعني مثلا من اي ناحيه نشوف حتى الاعضاء التناسليه بالمراه والرجل، هنالك شيء زايد هنالك شيء ناقص، اثنيناتهم بيكملوا مع بعض، هيك عرفت المراه وهيك عرف الرجل. بعند الرجل والرجل ما بيمشي لان اثنيناتهم زايدين، بعد المراه ما بيمشي لان اثنيناتهم ناقصين، فهون يعرف ان هنالك خلل. يعني هاي من ناحيه التعريف الاول، يعني كيف المراه تعرف على الرجل، هذا التعريف الاول. من ناحيه التعريف الجسدي قلنا في الهرمون، قلنا كمان الهرمون كمان الانثوي بين الرجل والمراه بياثر، الهرمون بياثر. يعني هلا مثلا بالعاده لما بالعاده الشهريه للمراه كمان هنالك الهرمون، والهرمون بقلب بيشوفوا كيف مثلا بيصير في عصبيه للمراه، بعدين بعد ما تخلص هالموضوع بيصير في هناك إثارة، يعني المرأة بصير بدها تغطي شيء معين، ليه؟ لأن نزلت البويضة، كيف بدها تغطيه؟ بناحية الإفرازات الجسدية اللي بتعطيها للرجل، هالإفرازات الجسدية شو؟ ما بيكملها إلا إعطاء الرجل لإلها،
يعني هاي المواضيع. فهون دخلنا كمان انه الرجل عرف انه هو بحاجة للمرأة من خلال نقص المرأة، يعني نقص المرأة اللي ما بيتممها بوجود الرجل. نفس الشيء معرف الرجل انه هو بحاجة لمرأة الا من خلال نقص الرجل الذي لا يتممه الا وجود المرأة بحياته. هيك عرفنا بهالطريقة. يعني ما فيش دي ان ايه هو قالنا روحه حب مرأة، قالنا هذيك المرة انه في الواحد هلا في صار امراض نفسية لدرجة انه واحد بحب التليفون تاعوله، في برنامج على التليفون شكله شكل مرأة بضلها تحكي طول الوقت بحبها وتزوجها. هي قصة حقيقية بالصين موجودة باليابان وهدول. يعني الحب شو تعريفه هلا؟ تعريفه انه بالعقل هنالك مخايخ صغيرة تحت. اي انا في حب مثلا اذا شفت هلا شيء انا حببته بحالي، يعني ضليتني افكر فيه شيء بحبه، بس لاشوفه هذا المخايخ بيفرز هرمون صغير بقلب الجسم بحسسني بالانتعاش، قلبي بيصير يدق بسرعة. يعني هيك يعني هيك بيصير بهالطريقة، فهذا المخايخ مسؤول عنه. فنفس الشيء انا لما شفت التليفون وصار عندي هذا المرض النفسي في حبه، يعني بس ولكن هل هو موجود بالدي ان اي تعولي؟ لا، لان يعني الله فتح امكانية الحب لكل شيء. هذا هو الامتحان اللي احنا عايشين فيه هلا، بنفوت هذا الدي ان اي. فهلا بيقولوا لي لا، في ناس برهنوا على الكمبيوتر، برهنوا علماء، كل البراهين العلماء اللي قدموها لهلا ولا بحث. في بحث كلف 4 مليارات دولار حول العالم، مولوه ناس عندهم هذا المرض لحتى يبرهنوا انه الدي ان اي موجود هذا المرض، يعني هذا الشيء موجود بالدي ان اي عادي. لهلا ما قدروا يبرهنوا ولا حيقدروا يبرهنوا. حتى اخر شيء بال2013 هلا من حوالي شهرين، عالمين واحد امريكي واحد بريطاني قرأ خلص انهوا هذا الموضوع، قالوا هذا المرض اللواط ليس لا يوجد بقلب الدي ان اي ولا يمكن له ان يوجد بقلب الدي ان اي بحسب التعريف اللي انا اعطيته، لان لا يوجد هنالك مشاعر بقلب الخلايا. ما في خلية فيها مشاعر، نحن بنبرمج الخلية المشاعر عن طريق القلب والعقل، مظبوط؟ يعني هلا اذا قلنا من القلب والعقل الاجسام بتضلها هي ذاتها، ما فيها شيء بهيجها. ايه لو طلع صح، ومش حيطلع صح، مش حيطلع صح، لان الله عز وجل حاشا انه هو يخلق انسان بهذا الموضوع. هلا هون في ناس حيقاطعوني يقولوا لي طب ما في ناس عن جد يعني يصير في تقاطع. لا، في عن جد في ناس 14 15 سنة بتوصل هي رجل بصير جسمها يتكون كمرأة وبصير عن جد منجذب لهذا. فهدول ايه موجودين، هدول ايه موجودين خلقوا، بس ولكن كيف الله خلاش ليش هدول موجودين؟ اول شيء في هنالك قول عن يعني في هنالك حديث، يعني مثل قصة صارت على عهد الامام علي سلام الله عليه. يعني الحمد لله الامام موجودين بحياتنا، غير هيك مصيبة. يعني هلا يعني الامام اللي قام شو يعرف امام لما يقدم لنا حلول يتعجز عنها العقول البشريه. فشو بيقول احد الاشخاص موجود بخيمه، بتعرفوا من زمان الخيمه موجود. فهذا الشخص متزوج احد النساء، بتعرفوا من زمان تزوجها، يعني لا في ضوء ولا شيء، يعني مؤاخذه يعني بيعمل وبيروح. ام هذا سافر، يعني حبلها لمرته، تزوجها وحبلها حبل سافر. فهذا الشخص لما سافر هي هذه المرأة عندها خادمة جارية، هي صار عندها مثل حب لإلها معين من ناحية جسدية، فكمان مثل هجمت عليها واغتصبتها لهذه المرأة، وهذه المرأة الثانية حبلت من الأولى. هنالك شو بيصير في عنا؟ هنالك عنا شيئين، إنه هالمرأة ولدت مع عضوين مع بعض. هنالك تشوه خلقي، هذا أوقات مش بنلاقي تشوه خلقي، مثلا واحد بيطلع له 5 أصابع 6 أصابع تشوه خلقي. واحد مثلا في احد الاشخاص طلعوا 3 عيون له، في تشوه خلقي بتطلع عين واحدة هون مثلا بتطلعش العين الثانية، في تشوهات خلقية. من احد التشوهات الخلقية الموجودة بالدي ان اي هي نسبتها 0.5% من كل سكان الارض. هذا التشوه الخلقي انه ممكن انسان يخلق مع عضوين مع بعض، عضو الرجل ولكنه بيكون صغير، والعضو المرأة بيكون نفس الشيء موجود تحت عضو الرجل، اثنيناتهم مع بعضهم. فهنالك هلا خلقت مشكلة انه هذه حامل من الاول وهي محبلة واحدة تانية وهي مرأة بنفس الوقت. فموضوع محير، انه اول ما واحد يقرأ شو الموضوع حقيقي. هلا بنقول شو هي رأي الفقه فيه بهذا الموضوع. فراح عند الامام علي سلام الله عليه فعرض هذا الموضوع عليه، قال له الموضوع بسيطة، يعني احنا لنا نفوت بالحيطان. قال له الموضوع بسيطة، شوفوا المرأة هذه مرأة الرجل، عدوا الاضلع تعولها، الاضلع اذا الاضلع الشمال زيادة عن الاضلع اليمين هي بكون رجل، وإذا أضلع الضلع يعني ضلع من هون، وإذا الأضلع لأن هلا موجود بالطب الرجل الأضلع طعول هي الميل أكثر من المرأة بهي الميل. يعني هلا المرأة إذا بتعض أضلاعها من هون أكثر من ضلع أضلاع الرجل،
يعني ميلة اليمين وميلة الشمال. بما آه لا، بما معناته انه ايه، لان الرجل بيقولوا انه، ليش بيقولوا انه خلق، لان قام ضلع من الرجل وخلق المرأة فيه، الضلع اللي كان بيحمي مطرح القلب، وعشان هيك بقي الرجل والمرأة تمت اضلاع يعني. فالضلع هون عند الرجل يعني ناقص ضلع واحد عن ضلع الموجود عند المرأة، فهنالك هون تعرف المرأة من الرجل. يعني هذا دليل. بعد لهلا العلماء لهلا ما عادش عارفين كيف يحددوا انه هذه المرأة ولا هذا الرجل، اذا واحد خلق بهذا التشوه. فالامام علي حل من 1400 سنه، وكيف عد الاضلع هذا علم الولايه، هذا هو علم الولايه، هذا هو علم الكتاب. يعني كيف واحد بده يقعد يعد الاضلع، شو بده يعرفه بالضلع على الرجل اذا ما كانش عنده علم؟ فهون الامام علي حل لنا اياه. هلا بالتعريف الحديث بال 1985 لما صارت الثوره الاسلاميه بايران وطلع النظام الاسلامي بايران، صار في طرح هذا الموضوع بالمجتهدات الاسلاميه، والامام الخميني جاوب عن هذا الموضوع. بتذكر انه جاوب عن هذا الموضوع، قال بفتوى الشهير انه لما توصل لل 13 سنه بيعمل هذا الموضوع، يعني بيعدلوا الاضلاع، ونفس الوقت بيسالوا للشخص انت هل مين بتحب، الرجل ولا المراه، انت مين بتحس حالك رجل ولا مراه. فهون هو هذا الشخص بيقرر، لما يكون عمره 13 سنه يعملوا له عمليه، بيقوموا له العضو الثاني. هو عمره 13 سنه، مش بوصلوا لل 20 سنه وهو بعدين بيقرر. لان اذا هلا شو بيصير بالعالم، اللي عم بيصير بالعالم انه اذا خلق الواحد بعضوين مع بعضهم بيصير في تذبذب، يعني اي من اي ناحيه، انه هنالك بيعيش الجسمين مع بعضهم. في اشخاص هلا عايشين الجسمين مع بعض، مثلا المراه امتى الحراره تعرض، امتى تطلع من 17، يعني بتبلش من 17 بتنتهي بال 25، ببلش المرأة برجوع بالعكس، معش يعني نضارتها وجمالها وكذا بيصير بنزول، إلا بعض النساء. يعني هلا الحمد لله إنه في تجميل وما تجميل، عنا نيفيا وهدول. وبنفس الوقت الرجل شو أمتى ببلش؟ ببلش الرجل من سن يعني الأمور الرجالية بتصير من سن 24 ل 45، بعد منها بترجع بتجي المرأة. المرأة هون ترجع من بعد 45 يتحول هذا الشخص لمرأة، يعني صار عندنا شخص تحول لثلاث مرات، يعني من أول شيء ل 15 ل 25 هو مرأة، هي بتصير مرأة بتحب الرجل بتتزوج، من 25 بتكره الرجل بتصير هي يكبر الأعضاء الرجالية عندها لعنده أو عندها، بتصير ل 45 سنة رجل عنده دقن عنده كذا، بال 45 بيهر دقنه كلياته بصير رجع بيطلع الأعضاء النسائية لسن، يعني هو هذا الوقت سن الطمس بسموه عند المرأة. بس ولكن هون المرأة مثل كأنها بتصير في عندها تحرر، يعني كيف مش بيقولوا جهلة ال40 وجهلة ال50 للمرأة، يعني هنالك أشياء هي حقيقية، هي الأجسام تتناوب عليها وللرجل كمان. فإذا الشخص خلق بعضوين مع بعضهم بيصير فيه هيك، بيصير فيه هيك، مجبور يصير فيه هيك. عشان هيك الإسلام طلع حد من هي وصغيرة، ليه؟ انه هي عمرها صار 13 او 14 سنه او هو عمره 13، وقال انه انا رجل او انا مراه بيقوموا له عضو بيتركوا له العضو الثاني. ليه؟ لحتى ما يمرق بهالامور. لما يقوموا له العضو مثلا بيقوموا الرحم، بيقوموا كذا، بيقوموا البويضات، بيقوموا كل شيء، ما عادش بيصير موجود فيه الهرمون الذكوري، على الهرمون الانثوي، فبيضل الهرمون الذكوري طاغي دائما بحياته. فنفس الشيء على المراه، بيقوموا اذا بيقوموا لها بيقوموا الامور الرجاليه بضل طاغي الهرمون الانوثي، هو الهرمون الانوثي بضل طاغي دائما على 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 جسدها. فحلها من وقت، وانا بتذكر وقت انه طلعوا ناس على الفضائيات وشوفوا الشيء على اللواط شو عم يعملوا، عم بيعملوا كذا وعم بيسووا كذا. لهلا مش حوالي 2 سنتين من احد العلماء المسلمين المفكرين السنه قرر انه طب هي لازم نعمل، لازم نحط لها حل، لان عم تكتر بمجتمعاتنا. يعني هذه اذا التشوه هذا الشخص بياثر على تقريبا 10 اشخاص بحياته، لحتى ما هذا الشخص بيقدر يأثر. ايه يعني هذا بيشوه 10 اشخاص، هدول مين بيأثر عليهم؟ بيأثر على اشخاص طبيعيين. يعني هذا الشخص بحياته بيأثر على 10 اشخاص. فاذا مثلا عندنا خلينا نقول صار مثلا عدد سكان مثلا موجودين، خلينا ناخذ على سبيل المثال مصر 80 مليون، 80 مليون بمصر، 0.5 منهم قديش؟ خلينا نقول مثلا وهدول في منهم موجودين 15000 واحد هيك بهذا التشوه موجودين بمصر، 15000 هدول بدهم يعملوا تقريبا بما يقارب ال 75000 واحد مريض جنسي لحتى يقدروا هن يعيشوا معهم. هدول 75000 مريض جنسي شو بدهم يعملوا؟ ما هو لما يروحوا من حياتهم بدهم كمان حدا تاني. يعني هون هيك الفساد ببلش بهالطريقه، يعني لهذا المريض لما يتعلق بهذا المواضيع بصير بده يتعلق بواحد تاني، بده يفسد اللي حواليه. فلا بنقول ليش بيفسد اللي حواليه.
هي من الناحية الدينية، هلأ من ناحية هذا اللي بيسموه مخنث، يعني هذا الدين قدم حل المخنث. فما في، ما يجي واحد هلأ واحد عمره 25 سنة يقول لي أنا شو بدي أعمل ويقعد يبكي، في قدر يعمل عملية يا يقيم هاي يا يقيم هاي، بيحل الموضوع معه. هي التشوه الخلقي هيك بيصير، هذا بالتشوه. هلأ بالموضوع اللواط كلواط ليش بيصير؟ هلا للاسف نحن عنا فيش عنا ثقافه جنسيه بمجتمعاتنا. اي واحد بقدم هالمواضيع دائما متهم. يعني هلا بنروح على اليوتيوب مثلا نكتب حدا شيخ عم يتحدث عن ثقافه جنسيه، بكون عم يحكي موضوع طويل، بيقطشوا له ثلاث اربع اجزاء من حكيه، بلزقوهم مع بعضهم، بحطوهم مع بعض، بقولوا شوف هذا الشيخ شو عم يحكي، بحطوا من فوق الشيخ الفلاني يتحدث، بعتذر يعني عن الشيء والشيء، يعني عن شغائل جنسيه، يعني لم يعني لا ما فيناش نذكرها للحياة. فالأشخاص شو بفوتوا بصير يكبسوا فضيحة الشيخ فلان يتحدث عن كذا وكذا. طب ليه؟ طب ليه؟ ما هذه أمور حياتية بالدين موجودة. طب ليش بتكون شوهوها؟ ليش بدها تتشوه دائما؟ فهلا أمس إذا تحدثت عن هذا الموضوع، ها المرأة مش احنا فيش عندنا ثقافة جنسية من أي ناحية. هلا أنا حاحكي شوف السر، ليش الواحد بصير لوطي وبحب اللواط؟ هذا السر موجود، حتى اللوطي أوقات نفسه ما بيعرف لشو. بس ولكن هي أمور علمية. عند المرأة بمقدمة عورتها للمرأة هنالك نقطة، هي بسموها بالإنجليزي جي سبات، هاي النقطة هي تسبب التهيج الجنسي عند المرأة. هذا إيه، وبقلب يعني بقلب كمان عورتها وفي وراء الغلاف كمان هنالك جي سبات تاني، هي كمان علماء اكتشفوها. هي مثل هي شو معناتها جي سبات؟ يعني هي تجي مثل حبة العدس الصغيرة هلال، كلياتها خلايا احساس، كلياتها مجموعه مع بعضها كأن نقطه ركيزه معينه، كلياتها مركزه بنقطه معينه. وكمان بقلب عوره المراه، بقلب جواتها كمان موجوده نقطه ثالثه، في عندها المراه ثلاث نقط بهذا الموضوع. هلا البرود بيصير لانه الرجل ما بيعرف. هلا بكل في ناس بيقولوا بالدول العربيه انه من قدام بيصير في تطهير للمرأة وهيك، ايه بيصير في عندها برود، بس ولكن بيصير في تطهير شو اللي برا، مش ما في بعد في نقطتين جوا. يعني سبحان الله، الله عز وجل حمى المرأة كمان، بس ولكن للأسف الرجل الشرقي والرجل الغربي والمرأة الشرقية، الممارسة يعني الممارسة الحميمية ما بيناتهم دائما تعبر عنها بطريقة شاذة، يعني ما فيهاش تربية، ما فيهاش تربية. مع انه القرآن الكريم شو بيقول؟ وقدموا لأنفسكم، يعني قبل، يعني كيف من أي حلقة بشرح الجي سبات هيدي كيف تتفاعل مع الشخص. أول شيء بتتفاعل من ناحية الشم واللمس، يعني ما في رجل يروح على مرأة مثلا دغري مباشرة ويباشر فيها، ما بيقدر. يعني لأن المناعة، المنحة، الهرمون الموجود بقلب الجسم المرأة لازم أول شيء يتفاعل مع حاله، لازم يتفاعل مع حاله. مثلا هلا انا بقدم دليل، مثلا واحد لمس يده بهالطريقه، هلا اذا واحد اجى مثلا يمزح معنا عمل هيك من تحت، ما بتضحك، يعني بيقول شو عم تعمل، بس واحد يلمس ايدي من هون هيك بهالطريقه هيك ويعمل لي من تحت، ساعتها دغري بتضحك. ليه؟ لان الاعصاب الخلويه الموجوده بقلب الجسم كلياتها بتتفاعل مع بعضها، يعني كلياتها مثل كأنها مجموعه اتصالات مثل الانترنت، وحده حركنا شيء هون احساس كذا بصير الجسم كلياته يتفاعل معه. مش اوقات بتحس الانسان برعشه هيك ما بيعرف شو هي سببها، اوقات من البرد او شيء، فهيدي تاثيرها شو بكون؟ تاثيرها مشاعري، من ناحيه مشاعريه، لحتى يؤمر العقل من هون المخيخ انه ننزل هذا الهرمون اللي بحس الواحد فيه بالبلاجر او المتعه. فهذا هي هو سببها اول شيء، هذه عند المراه. هلا طيب اذا اجى رجل عند مراه، هلا بناخذ عضو الرجل. طيب هلا بيقول لي عضو الرجل طالع لبرا، كيف بده وين موجودة هالأمور عنده؟ يعني وين موجودة هالأمور عنده؟ شو وين موجود شيء اسمه جي سبات عند الرجل المرأة؟ العلم اكتشف جي سبات الموجود عند الرجل وين بكون موجود؟ موجود بمؤخرته، مباشرة مربوط بقضيب الرجل، يعني من ورا، يعني المؤخرة تعولته موجودة بقضيب الرجل من ورا. ليه؟ لا ليه؟ لحتى يعني سبحان الله، حتى انا قلت هلا اول ما شرحت الدرس انه الرجل الله خلقه بطريقه لحتى يكون مكمل للمراه، لان لو وضعت الجي سبات قدام يعني عند الرجل، يعني بالعوره ظاهر لبرا مثل ما ظاهر عند المراه، بتصير كارثه بكل الحدود، لان ما عادش بصير الرجل يقرب المراه، ما عادش بده يعمل يعني يعمل معها. ليه؟ هلا نحن لما يعني لما يصير المجامعه ما بين الرجل والمراه،
عادة بيصير شيء يعني كأنه إدبار وإقبال، إدبار وإقبال على المرأة. ليه؟ ليش بيصير هذا الموضوع؟ الله خلقه بهالطريقة لحتى تتحرك الجي سبوت الموجودة بمؤخرة الرجل مع القضيب. ليه؟ لأن بده إياه الله يطلع، لأن إذا كان مثلا خلقه، مثلا نقول الله خلق له جي سبوت موجودة عند الرجل من قدام، بيقعد على المرأة يعني على زوجته ما بيعمل شيء، بس بيضل حاضنها، مش بحاجة يعمل شيء، لأنه هون هي متعته فيها. بس ولكن الهز يعني لما يصير يهز، ليه؟ لازم يكون موجود مربوط بالقضيب. ليه؟ لحتى يدخل المني كلياته للداخل لحتى تحبل المرأة من الرجل، غير هيك ما عادش بيصير فيها. يعني هذا شيء معجزة إلهية الله خلقها بهذا الموضوع، سبحان الله. فهذه المعجزة هي هي أساسها، هيك بتصير بهالطريقة. يعني لازم الرجل يكون الجي سبوت تاعوله موجودة بالمؤخرة تاعوله لحتى يقدر يحبل المرأة، غير هيك ما بتحبل المرأة منه. لأن الرجل ما عادش بيصير حاجة يهز، بس بيعبط المرأة وخلص، يعني بيكون عم ياخذ هالناحية الشهوية. هذا شيء سبحان الله الله خلقه بهالطريقة. هلا كيف هلا بصير واحد لوط؟ ليش بصير لوط؟ ليش بيحب هذا الموضوع؟ يعني كيف بصير هذا المرض يدخل فيه؟ اول شيء عادة المريض هو بيقنع على الشخص الثاني، مثلا بيجي بيقول له هلا موجود بامريكا الحقوق، وانه هذه حقوق هذه كذا. بتعريف السيكولوجي لسنة 1900 وبتذكر 90، لحتى قد ما صاروا في محامين يعني حقوق بالامريكا، اذا بتفتح بدرس السيكولوجي يعني بدرس علوم النفس القديمه، انه تفتح يعني احد العلاجات انه هنالك اللواط والسحاق هو مرض نفسي وممكن معالجته، ممكن. بس ولكن التاثير الحقوقي هون بالرجل والمراه خالص ولا التاثير الحقوقي شو بيصير؟ بيصير انه انه هدول لا، هدول نحن حرين نعمل بدنا اياه كذا. بس هذا بيأثر على علم الطاقة، هلا كمان ندخل فيه بطريقة سريعة. ايه، فهني انا علم النفس اول شيء انه هذه شغلة طبيعية، هاي اول شيء مش شغلة مش طبيعية. هلا ليش؟ الرجل لما يصير يتحدث عن رجل اخر بيقول له اكتشف نفسك، يعني لما يجي بيقول له اكتشف نفسك. ليش؟ بيقول له متعة اللواط الموجودة بين الرجل والرجل افضل من متعة بين الرجل والمرأة ب6 مرات. يعني ليستلذ الرجل مع الرجل بعدم استلذاذه مع المرأة ب6 مرات. وهي حقيقة، هي حقيقة علمية. ليش بيستلذ 6 مرات؟ لأن هيدي النقطة اللي قلت لكم عنها الموجودة بالمؤخرة بالدبر تاعوله، المؤخرة يعني قريبة، يعني بصير خط جالس مع القضيب بتاع الرجل. هيدي النقطة بتصير مباشرة، مش مباشرة الاحتكاك مع عضو الرجل إذا دخل بدبر الرجل الآخر. فعشان هيك ب6 مرات أعلى بها، عشان هيك هي 6 مرات اعلى. وهون بتصير الكارثه. يعني حتى الناس اللي يغتصبوا اوقات من الرجال، لما هن يغتصبوا بعد اغتصاب بصير يشعر بهذه المتعه، يعني بحس فيها انه هي متعه. يعني هي علم النفس الحديث بيقول لنا بهالطريقه. فهو بصير شو يدور على حدا تاني لحتى يعمل هذا الموضوع فيه. هلا كيف صارت كيف صار كيف انا على الشيطان قوم لوط انه يقوموا بهذا اللواط؟ هو الشيطان نفسه بيقول في احاديث بيقول انه الشيطان اجى زين نفسه كهو رجل، بس ولكنه رجل جميل جدا، ريحه وثياب وجسد جميل، بس ولكن شو اقرب منه من الرجل للمراه، يعني شكل جسمه قريب كثير للرجل للمراه. يعرف عن قوم لوط انه كانوا قوم شديدين الجمال، شديدين الاجسام الجميله والحلوه والهيك، وكانوا يعني كانوا مثل معنى البلد هلا بيقول انه بقدروا المراه الجميله. يعني هني كانوا قوم لوط معروفين بهذا الموضوع، لأن كلياتها أجسامهم جميل. كيف دخل فيهم الشيطان إنه أتى بشكل رجل، بس ولكنه على أنثوي، رجل أنثوي، يعني بيتحرك كالأنثى، يعني بيتحرك وجسد جسمه قريب كثير من جسد الأنثى، يعني له الجاذبية الشيطانية، معروف بهذا الموضوع. الشيطان عنده خبرة فينا ما يقارب 10,000 سنة يعني، وهو عم يدرس أجسامنا، نحن خبرتنا فيه قليلة، ولكن لولا فضل الله إنه الواحد يهدي بأمور أو يسره لأمور تانية لحتى يقدر يحميه من الشيطان، من كيد الشيطان، لأنه بالنهاية ضعيف أمام كيد الله عز وجل. إيه، فهو شو عمل؟ قال إجا عند هدول الأشخاص، لأنه بيعرف الشيطان سيكولوجيا تاع الرجل، إنه كل الرجال قاعدين عضلات عن بعضها. فهو بطريقة معينة أنا إنه واحد منهم لهدول إنه يفعل به، يعني هو يفعل به، يعني هو هذا الرجل يفعل بالشيطان. لان لو اجى الشيطان وقال لهم لهدول الرجال انه افعل بكم ما كانوش قبلوا.
فهو طلب أن هو يفعل به للشخص الثاني. هلا هذا الشخص قام وقدام هدوليك وفعل به هيداك، يعني قدر يشي. سبحان الله، في اوقات نفوس شيطان مسيطر عليها الشيطان، يعني اذا اجى هو نفسه ابليس، ما هو بكون ولي ابليس، يعني اللي عم بيولاه يستولي قدامه، فهو امره، فشو مش امره، يعني بمعنى انه انا مع الوقت اقنعه من طريقه الوسوسه تاعولته، وبعدين اجى هو بشك قال له افعل به، هو بده هيك، فهو قام فعل به. هدوليك شافوا الاكشن، فهداك لما الشيطان طريقة تعبيه والصريخ اللي عمله واللي كذا، يعني طريقة الوسوسة تعولته عملها بطريقة انه استلذ فيها باستلذاذ جم شديد الاستلذاذ، وقال لهم انه ليش ما بتجربوها مع بعضكم؟ ها هي هون بلشت هون الموضوع. طب هدول الاشخاص دائمين دائمين، هدول الاشخاص انه دوروا على بنات جميلات، ليه؟ لا ياخذوا اللذة منهم، يعني باعتبار انه الجمال دائما مربوط باللذة، يعني هيك كان. فقالوا اوكي، طب اذا فينا ناخذ اللذه بهالطريقه لكان احسن، خلينا نجربها. طب واحد هيداك اللي جربها بالثاني قال خليني اجربها فيك، قال لي شو احساسك؟ فقام جربها فيه، قام عجبته كثير. ليه؟ لان بالناس الناحي لان الجي سبوت موجوده بمؤخره الرجل الثاني. فهي بلش المرض ينتشر بهالطريقه، المجموعه اللي كانت مع الشيطان كلياتها مارست هذا الموضوع مع بعضها. يعني كلياتها اول شيء مارست، علمهم الشيطان كيف يستلذوا فيها، لحتى صار الموضوع بطريقه اغتصاب. يعني صار كمان الرجل يروح على مرته وما بده يأتيها من الأمام، بده يأتيها من الخلف بس. ولكن وين بتصير هون؟ بتصير حالة نفسية. ليه؟ لأن مثلا بعتذر لهذا الموضوع لازم يطرح، بس لازم يناقش هذا الموضوع. لأن مثلا المرأة لما تؤتى من الخلف يمكن يكون مزعج للمرأة، ما بتحبوش المرأة، شيء قبيح لإلها، بس ولكن جميل للرجل. ليه؟ لأن هنالك يعني بصير في ضغط على 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 عضو الرجل، فيستلذ الرجل فيه أكثر. بس ولكن لما هدول الرجال اتوا راحوا على النسوان، لما اتاها للنساء كل النساء ما كأنها رفضت او انزعجت، او شو عم تعمل انت، يعني شو هالقرف اللي عم تعمل فيه بهذا المعنى. فصار شو صار انه بده هو يروح على رجل يحس حاله انه هو سعيد ويسعد لقدامه. ليه؟ وهيك بلش المرض النفسي، ببلش المرض النفسي بالتدرج، بلش المرض النفسي بالتدرج، لحتى صاروا كلياتهم موجود قوم لوط كلياتهم بيحبوا الرجال وتركوا النساء. بس النساء هي كمان لحالة، يعني النساء هلأ موجودة لحالة، يعني ما عارف شو بدها تعمل، كلهم امتنعوا عنهم وعندهم شهوة. شو نحن هلأ عم نتذكر الوضع الموجود وين؟ الوضع الموجود بالدول الخليج الكبت، انه هدول الرجال كلياتهم مع بعض والنساء على طول دايما مع بعض، امتنعوا عن بعض، انفضوا عن بعض، لان لا ما فيش ترابط مع بعض. هلا بيقولوا لي طب اوكي، ما في رجال يجتمع مع النساء بالخليج، ايه بس ولكن طريقه معامله الرجال مع النساء مش جميله. يعني الرجل لما يعامل المراه كبهيمه عنده بالبيت او او يضربها ويعملها، طب هذه كمان هذا بعد عنها، يعني هذا بعد عنها. ونفس الشيء لما المراه كمان طول الوقت مشهورين، هلا نحن الحمد لله عندنا العرب بشوفوا حجاباتهم مثل الساتلايت مركب من هون، عيون يعني يخز العين، يعني مثلا بكون هالقد العين بتصير بتوصل لهون، يعني الديكور والتجميل والروائح يعني بيقولوا يعني انا قريت ريبورت عن هدول مراكز التجميل، العالم العربي يدخل ما يقارب 30 مليار دولار، من 30 ل 65 مليار دولار بس دهانات وكريمات ادوات تجميل، 65 مليار مليون دولار بس. هذا وين بيروحوا؟ ليه؟ هلا بنشوف احنا النساء مع بعض، لما هون مثلا يصير في اعراس اسلاميه، يعني حسب ما يشوف، انا عملت دراسه لهذا الموضوع، يعني هذا الموضوع من منطلق دراسي، انه النساء مع بعضها بطريقه الرقص تعولتها والميك اب والروايح وهذا ما يثير شهوتهم على بعض كمان، اللي بيوصل لهالدرجه، يعني انه يعني هيدي لما تتجمل وبس تتزين وتتحنى وتلبس الثياب الحلوين والطريقه الحلوه وكل شيء والمفرع والمطرع وكله، اخر شيء بعدين بنروح تنكشف على مراه قدامها. عشان هيك الاسلام حرم انه المراه حرم انه تكشف العوره، بس العوره مش نحن عندنا مفهوم انه هلا في ناس بيقولوا اذا المراه تحدثت قدامك صوتها صوت عوره، بعتذر يعني هذا الموضوع مزبوط حقيقي كان قبل صحيح، بس هلا تغيرت المواضيع. يعني هلا يعني انا عندي مثلا بلوتوث بحطها على دينتي فيها صوت مرأة، يعني هي فيها صوت مرأة بتقول لي هلا البطارية بعد 5 ساعات بتخلص، يعني هي عورة لا يجوز ما هي بروجرام، يعني هي يعني نحن لازم نطلع من هالمواضيع ونأسس لأشياء تانية جديدة. يعني لسه الآن هاد نعم 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 ايه فهون شو بيصير؟ انه المرأة بنرجع للموضوع الأساسي احنا بنطلع منه،
هون الرجل بيتعود على الرجل الآخر، وهون ببلش المرض النفسي، إنه هذا الشخص بده يفسد الشخص الثاني ويفسد الشخص الثالث ويفسد الشخص الرابع وإلى ما هم جر. هلا شو هو العلاج لهذا الموضوع؟ يعني شو هو العلاج؟ أول شيء العلاج إنه هنالك علاج نفسي أكيد، يعني بروح عند الدكتور، بس هو لما تعرف إنه أنت الشهوة تعودتك موجودة بهذه الجي سبات من ورا، تقدر تعالجها، يعني تقدر تسكرها على هيدي. ليش؟ لأن يعني حبك لله عز وجل، يعني حبك لله عز وجل بيعرف إنه ارتباطك مع المرأة هو اللي يكنن يسكر لك هذه الشغلة. نعم، عمارة الكون ايه، عمارة الكون شيء طبيعي. هلا انا قلت كنت بدي بدي ما تاخرت ولا شوي، بس بدي ادخل، بس بدي اعرف هذا الشغل من ناحيه الطاقه، وان شاء الله بنخلصها دغري. انه مثلا انا قلت مره قبل، لماذا ليش لما المراه تتطلق بدها 3 اشهر عدي بيقولوا لها لحتى ترجع تتزوج شخص اخر؟ هلا في علماء كثير بيطلعوا بيقولوا عشان الحبل من الحبل، هذا الموضوع نهائيا ما دخلوا بالموضوع. هنالك طاقه بجسد المراه، في محاضره انا اخرى اللي بيحب يسمعها، طاقه موجوده بقلب الجسد، هي بتاخذ تستمد طاقتها من الرجل، والرجل يستمد طاقته من المرأة. دم الرجل بيستوعب أكثر من طاقة، بس دم المرأة بيستوعب طاقة واحدة. فعشان هيك اللواط بلش بالرجل لم يبدأ بالمرأة، لأن دم الرجل طاقته تستوعب أكثر من هذا الموضوع، عشان هيك يشعر باللذة. بس ولكن هذا الرجل لازم يلاقي مسببات، لازم يلاقي هذا الرجل المصاب بهذا المرض لازم يلاقي مسببات الشهوة بالمرأة، يبتعد عن مسببات الشهوة بالرجل، بحكم انه لماذا؟ لانه ممكن يكون المرأة هي مرأة بس بنفس الوقت تعطي اللذة للرجل. فهمت علي كيف؟ يعني لازم يكون هنالك ثقافة جنسية، لان بالثقافة الجنسية وحدها يستطيع الرجل والمرأة انه ياخذوا اللذة الكاملة. يعني ما في عبر اكثر من هيك. بس ولكن كل المصابين بهذا المرض، كل المصابين بهذا المرض من الرجل، من الرجال ومن النساء، يعني علاجهم الوحيد هو الثقافة الجنسية. لما الواحد يتثقف جنسيا عن نفسه يقدر يمارس الموضوع مع الشخص الآخر بلذة تعادل اللذة اللي قلتها هلأ بالست مرات، تعادل اللذة 20 مرة. يعني المرأة إذا عرفت شو عم تعمل مع الرجل، والرجل عرف شو عم يعمل مع المرأة، بيوصل لذة تعاولتهم حتى تفوق اللذة اللي موجودة مع الرجل والرجل، أو المرأة مع المرأة. لا لم لا قديش لعشرين مرة. يعني انا عم بتحدث عن الشغلات العلميه، فالموضوع كلياته بايدك. المبتلى بهذا الموضوع موجود بايدك، والمبتلات بهذا الموضوع موجود بايدك. ما فيش شيء اسمه انا بحب مرأة او انا تعلقت بمرأة. اللي انت تعلقتي بشيء انت علقتي حالك فيه، ليه؟ المخيخ اللي شغلتوه من ورا، والعمليه سيكولوجيه. بس انت حبيت تفاصيل الشخص الاخر ولكن ربطتوها جنسيا، هي المشكله. كيف تنربط جنسيا؟ هون مصيبة الطامة الكبرى، هون الطامة الكبرى. شو هي الطامة الكبرى؟ انه للأسف في بعض العلماء هلا بتطلع على الانترنت الاستمناء. شو بالاستمناء مثلا؟ تعريف الاستمناء انه اللعب بالعضو الشخص لشخص لإله لحد الشيء الكامل ليجي، ونفس الوقت مع المرأة. طب اذا انا عايش بمجتمع منغلق، انا هلا بيطلعوا مشايخ بيحلوا الاستمناء، بيقولوا اوعكم تروحوا مع مرأة اخرى، اوعكم تروحوا تتزوجوها، لان زواج المتعة حرام، زواج العرف حرام، اذا بدكم تخلصوا هذا الموضوع روحوا استمنوا. طيب يا حج، نعم ايه، فيا حج، هذا اول شيء. يعني بس بدي اذكر هذا الموضوع باختصار شديد. اذا الشخص بده يستمني، على مين بده يستمني؟ يعني يا بده يستمني على الناس المحاطين حواليه. مين الناس المحيطين حواليه؟ مين؟ أمه وأخته أو كذا أو كذا، أو جارته أو أم جارته أو أخوه. إذا المجتمع منغلق، عمين بده يستمني؟ مع مين؟ ما إذا مثلا أنا عندي مثلا، لا مش أنا، بديش أنا، لأن حتى لا أذكر هذا الموضوع على نفسي. شخص عنده رفيق طول النهار معه، حضروا فيلم بلا طعمه مع بعض. لأن ليه؟ لأن ما فيش وسائل مثل ما بيقولوا تريح الشخص، تنفيس على الشخص. كل شيء احنا عنا حرام بالمجتمعات. فاجوا هؤلاء المشايخ لقوا انه الشيعة بما معناته يدخلون على المجتمعات الاسلامية السنية بالمتعة. هذا شيء تعتير، يعني او يعني بديش ادخل بهذا، ان شاء الله بعمله موضوع تاني. بس
هذا عنده مثلا عدة زواجات، زواجات عرفية، زواجات يعني زواج بيتزوجها واحد عادي وبيطلقها، ما بعرف شو الفرق بينه وبين المتعة بيصير، وزواجات عدة عدة بهذا المعنى. فإجوا هلا هو علماء السلف يعني تبع الوهابية وهدول، حرموا كل هالأنواع الزواجات، محللة بس للأمراء عندهم، بس محرمة كلياتها. لما صار في عنا زواجات أصفار وزواجات أمطار وزواجات مش عارف مين، صار في جهاد المناكحة فصار عندنا قد ايه كل هالانواع الزواجات حرموها ليه؟ بس نكاهة بالشيعة. وشوفوا الزنا اللي كيف بينتشر بالمجتمعات، وقالوا له اذا بدكم انتم تعملوا هالمواضيع روحوا استمنوا. ما هي نفس الشيء، ما هي نفس اخر شيء. فهذا كيف بده يستمني؟ بصير يتعود كيف يعطي الشهوة لنفسه، بنفسه كيف تجي من شو، من مخيلته فقط. المخيلة بتصير هي الشهوة. فهذا الشخص المبتدئ يعني اللي بيعمل دائما الاستمناء مع حاله، شو بده يعمل؟ اذا طلع مع مرأة ما عادش تعطيه اللي بده اياه، لانه ما بده الا، وبنفس الوقت هو بيقدر ياخذ شهوته يعني الزايده بدون ما تتفاعل هي معه. لكن اخر شيء ما عادش بده يتزوج، بصير بيبدا المرض من هون. ما عادش بده يتزوج، شو بيصير بده يعمل؟ بصير بده يعمل هالموضوع مع حاله مع حاله مع حاله، لا يجي واحد مثله بيعمل مع حاله. اجا واحد مثلا شبيه قريب للنسوان شوي بمجتمع منغلق مثل مجتمعاتنا نحن هونيك، شو بيصير؟ بصير كلياتهم رجال مع بعض. هذا مين بده يتخيل؟ بتخيل واحد انثى وشكله انثى موجود بالصف. يعني في ناس، في رجال هن وعم يكبروا بالعمر شكلهم هيك عادي، انه يعني بيوحي بامور. فهذا الشخص لما يكون عم يستمني ما عندوش ولا صوره للانثى بحياته، شو بده عمين بده هذا ببلش بصوره هذا الشخص، ومن هون بيبدا المرض، من هون بيبدا المرض. لحتى هذا الشخص يروح عند هذا الشخص ويقول له، وبهون بيبدا المرض. يعني حتى هذا راح عند هذا الشخص، هذا الشخص رفض بس انكسر نص الموضوع عنده. حتى لو الشخص الثاني رفض بكون انكسر نص الموضوع، لانه ليه؟ لا ما عندوش ثقافه، ما عندوش ثقافه كيف ياخذ شهوته من المراه، والمراه ما عندهاش ثقافه تاخذ كيف شهوتها من الرجل. فالناس المبتلين بهذا الموضوع اول شيء بنصحهم بالدكتور نفسي، دكتور نفسي، ومش عايب بهذا الموضوع. انا بديش اذكركم العقاب الموجود بالقران الكريم، يعني هذا موجود بكل الويب سايتات. اول شيء ايه، اول شيء المشروع الشروع النفسي لازم نبلش اول شيء من اول وجديد. ثاني شيء الثقافه الجنسيه مع المراه، يعني يكون صريح لما اذا الواحد مش متزوج يتزوج ويصارح مرته بهذا الموضوع ويعلمها. اول شيء يعلمها لها هي، بعد ما يعلمها بفتره يصارحها بهذا الموضوع لحتى تساعده. وهو كمان نفس الشيء، هي اذا كانت مبتلاه بهذا المرض كمان تتزوج حدا يتفهم، يعني يكون منفتح متفهم، تعلمه الثقافه الجنسيه المضبوطه وتوصل معه لبر الأمان. بهالطريقة الوحيدة نوصل لبر الأمان، غير هيك هي مصيبة وكارثة وعلى الدنيا السلام. بتأمل إنه وصلت لكم إياها بطريقة علمية اليوم. يعني هو الموضوع كان بياخد أكتر من هيك، بس ولكن الوقت اتأخر، اختصرناها بشديدة. رجاء إذا في أي أسئلة رجاء إنه تبعتوها بهالمواضيع، ما فيش نستحى، يعني بالنهاية بالنهاية المواضيع لازم تنحل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.